حياكم من جديد مشاهدينا، والأخبار ومنوعات حلقة اليوم نبدأ معاكم بأول خبر لتحنيط فريق مصري لسمكة نابليون النادرة التي تم العثور عليها في أحد محلات بيع الأسماك بمحافظة البحر الأحمر، حيث يبلغ وزنها حوالي 60 كيلو وطولها أكثر من 160 سنتيمتر، وتم نقلها على الفور لمتحف علوم البحار بالغردقة لحمايتها لكونها مهددة بالانقراض. وتعد هذه السمكة الثانية داخل المعهد خاصة، وأن الأولى تم تحنيطها في ثمانينيات القرن قبل الماضي. شيء جميل الصراحة، وما أعرف ليش هذا الخبر ذكرني بالخبر اللي سمعنا عنه أمس. تفتكروا الرجل اللي صاد سمكة نادرة جدا كانت أيضا وأكلها وما كان يدري كم سعرها؟ كان سعرها 2.5 مليون دولار تقريبا تقريبا، إن ما خاب ظني. والله زعلت عليه، زعلت عليه مرة، لقبوه بالحظ السيء، ما يستاهل، حرام، ما كان يدري. عموما نروح من مصر